النقطة التانية عايز اسألك عن رأيك في احمد عبد القادر. لسه بحس ان احمد عبد القادر لسه ما عادش مستواه، يعني احمد عبد القادر بدايته كانت افضل من كده بكتير، فلسه هو ما فاقش، فلازم يفوق نفسه لان هو لعيب كويس قوي على فكره. بس هو تحس ان هو كمان بدنيا مش بيديني الحته البدنيه بشكل كويس. خد بالك النادي الاهلي بيعتمد على الحته البدني بشكل كويس. صحيح. مع الكوره، خد بالك، لان صحيح. هي الكوره الجماعيه دي والكوره القصيره والحاجات دي، وان احنا نطلع مع بعض ونرجع مع بعض، خد بالك دي محتاجه بدني عالي جدا، مش الضغط. سهل. مع الضغط. انت النهارده لما بتفقد الكوره عايز تجيبها بسرعه، لما الكوره بتعديك عايز تنزل تحت الكوره بسرعه وتجيبها وبعدين تطلع بسرعه. صحيح. يعني خد بالك حتى النادي الاهلي لما بيقطع الكوره في التلت الاخير بتاعه ده ما بيقفش ينقل لك نقلتين كده وهو واقف، ده عايز الناس تطلع بسرعه. صحيح. فده محتاج بدني بشكل عالي. البدني مع كوره احمد عبد القادر اللي هي الكويسه تمام، لا تفرق معاه كتير، فهو لازم يفوق نفسه عن كده لان احمد عبد القادر من اللعيبه الكويسه. نروح للزمالك؟ نروح للزمالك وسموحه. هو عبد القادر برضه بيمشي على السطر ويسيب سطر، يعني الماتش هي دي مشكلته. صح. يعني حتى هو في سموحه كان بيلعب كويس قوي، بس بيلعب ماتشين كويس والتالت لا. انت في النادي الاهلي الناس شايفاك، هي دي المشكله. ان انت كل مباراه بالنسبه لك لا ده اخر مباراه ليك، فهي دي مشكله عبد القادر، بيمشي على سطر. يعني ماتش فات كان نجم كويس جدا والناس كلها شكرت فيه، النهارده بيعمل ميس باص، قراراته وحشه، احتفاظ بالكوره كتير، احتفاظ بالكوره كتير، قرارات اللعيب قرار. صح. ان انت هرقص هلعب اباصي ارفعها، فهي دي المشكله كانت مع بعيد. خد بالك ما هي دي الحته برضه اللي بتكلم فيها، لو هو بيمشي على سطر ويسيب سطر فهو ممكن يكون البدني بتاعه ما بيسعفوش. كابتن وائل البدني ده لو انت عايز مش واقف على البدني، الماتش اللي فات لعب 90 دقيقه، طب الماتش ده ايه؟ ماشي. هي دي لا هو اصلا اسلوب احمد عبد القادر مزاجنجي، ما دي حاجه وحشه، ما ينفعش يلعب. مش ده لعيب النادي الاهلي. انا معاك، لعيب النادي الاهلي مش النهارده هيبقى مزاجي كويس العب كويس، مزاجي وحش العب وحش. لا، النادي لعيب النادي الاهلي كل مباراه بالنسبه له كاس. ما انا معاك، بس انا معاك، ما اختلفتش. ما انا عشان كده طيب.